لتقديم فروض الطاعه والولاء تتشرف القوات المسلحه الملكيه بمختلف مكوناتها البريه والجويه والبحريه والدرك الملكي، وهي تخلد الذكرى 56 لتاسيسها بان تتقدم باسماء ايات التهنئه والتبريك الى قائدها الاعلى ورئيس اركان حربها العامه سليل الدوحة الشريفة مولانا صاحب الجلالة نصره الله وأيده. إن أسرة القوات المسلحة الملكية يا مولاي، وأن تحيي هذه الذكرى العزيزة على نفوس جميع المغاربة، لتجدد لجلالتكم العهد الصادق والولاء الموصول لعرشكم المنيف بأن تبقى على الدوام عينا ساهرة على وحدة الوطن ودرعا واقيا يذود عن حماه ومؤسساته وعنصرا مساهما في مسيرة التشييد والبناء، ممتثلة لأوامركم السامية المطاعة وتوجيهاتكم النيرة، حتى ينعم وطننا بالخير والازدهار والأمن والاستقرار تحت قيادتكم الرشيدة. كما يغتنم أفراد قواتكم المسلحة الملكية بكل رتبهم وانتماءاتهم هذه الذكرى، ليجددوا لجلالتكم بكل فخر وامتنان عرفانهم واعتزازهم لما تحيطونهم به من سابق عنايتكم الغالية وسامي رعايتكم المولوية الكريمة، يجسدها اهتمامكم الأبوي الدائم بالشؤون الاجتماعية لقواتكم المسلحة الملكية وهيكلتها وتجهيزها وتأطيرها والرفع من مستوى تكوينها، وكذا عنايتكم الشاملة الدائمة بقدمائها وأبناء شهدائها. مولاي صاحب الجلالة، إن خدام جلالتكم الأوفياء ضباطا وضباط صف وجنودا لا يستحضرون في هذه المناسبة الوطنية الغالية بقلوب خاشعة وتقدير عظيم الروحين الطاهرتين لجلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني تغمدهما الله برحمته، سائلين الله عز وجل أن يجزيهما عن الوطن خير الجزاء، جنة الرضوان في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حفظكم الله يا مولاي وأطال عمركم وخلد في الصالحات ذكركم وجعل عهدكم رخاء ونماء، وقيادتكم لهذا الوطن مصونة بحفظ الله وحب شعبكم الوفي. كما نسأل الله العلي القدير أن يعينكم ويسدد خطاكم ويعيد أمثال هذه الذكرى، وجلالتكم تنعم بالصحة والعافية ويقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وشقيقته الأميرة الجليلة للا خديجة وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام.